بون كنا شفنا في يعني في ثلاثة ديال لي موديل خصكم تكونوا رجعتوا يعني ساليتوهم، يعني على الأقل قريتو غير داكشي اللي درنا، يعني عاد كتبقى داكشي عليكم. يعني اللي بغى يزيد يتخصص في شي دومين، مثلا يتخصص يبقى يقرا غير في اوبن ستاك، ولا يبقى يقرا غير في ازور ولا امازون، يعني خص اوم وان تكونوا يعني شديت واحد، شديت داكشي اللي درنا، هذا هو ليسونسييل، داكشي اللي قرينا في الفورماسيون كاملة. دابا بقات لنا هذا الرابع، يعني الموديل فور، يعني هذا بالنسبة لهذا يعني لوفيس 365. كنا هضرنا في الأول، في أول سيونس، يعني في أول سيونس كنا هضرنا، شفنا شنو هو الكلاود كومبيوتين، كيفاش كيدير، شنو هما الانفراستركتور ديالو، لي تيب ديال الكلاود، قلنا بابليك برايفيت، قلنا بابليك وبرايفيت وسميتو وهايبرد، وكاين عاود تاني الكلاود انفراستركتور. هاد الكلاود انفراستركتور ولا شنو كنديرو، يعني كاين باس، هنا نشوفو كاين باس الاياس بعدا هنايا، كاين اول حاجه الاياس، وكاين واحد النوع شنو هو، هو الباس، وكاين واحد النوع هو ساس، ساس سوفتوير ازا، وهذا اياس الباس و ساس. مزيان نكملوا هنا، كاين الاياس الباس والساس. بالنسبه للاياس كنا قرينا شنو قرينا، قرينا ثلاثه ديال الحوايج، قرينا اوبن ستاك، قرينا مايكروسوفت ازور، وشنو قرينا اخر، اوبن ستاك مايكروسوفت ازور وامازون، ها دبليو في اس. اوكي هاد الاربعه، هاد الثلاثه اللي كنا شفناهم، هادو كاملين داخلين في بارتي الاي الاياس، يعني اي حاجه قلنا عندها علاقه مثلا بلي ماشين بلي في ام، باش ب فيرتشوال نيتورك، نيتوركين زيد نيتوركين ستوريج، ونزيد واحد الحاجه اخرى مثلا نيتوركين ستوريج، ومثلا هادشي اللي يعني داتابيس، داتابيس يعني كل شيء شفناه في الاوبن ستاك والازور والامازون. بالنسبه للافونتاج ديال هذه الفورماسيون هذه، بالنسبه اللي دوز مثلا هذه الفورماسيون ديال الكلاود، تقدر مثلا غتزيد في السي في بلي راهي كاتميتريزي الاوبن ستاك، كتخدم بالاوبن ستاك، كتخدم بالمايكروسوفت ازور، وكتخدم بالامازون، وكتخدم حتى بلوفيس 365. يعني هذا هو الافونتاج ديالها، فاش غادي تزيدها مثلا في السي في تزيد لي كومبيتونس اللي كتعرف غادي يكونوا بزاف، يعني الا دي طايينه غير في الاوبن ستاك دي القاوب بزاف، دي طاينه مثلا في مايكروسوفت ازور هاد القاوب بزاف، دي طاينه مثلا دخلنا في الامازون هاد القاوب بزاف ديال لي كومبيتونس تقدر تكسبهم. ها شنو كنعرف ندير، كنعرف نخدم مثلا في امازون باش بالفي بي اس بالاو سيتو داك الايام، كنعرف يعني بزاف ديال هاد مثلا بالاس 3 ديال ستوراج، يعني ماشي هي ما قريتهمش، ما يمكنش غتكتبهم قبل حتى ما قاريهمش، يعني فاش كتكون قاريهم كتعرف كتزيدهم، كتعرف كيفاش تايلا كانت شي تبغي دوز شي اون تروتيان كتعرف تجاوب، بحال مثلا في الازور عارفين كيفاش نخدمو في الازور، اوبن ستاك، اوبن ستاك سواء اوبن ستاك مثلا لانستالاسيون كيفاش نخدم به، كيفاش ندير انستالاسيون ديال ميلتي نود، وكيفاش ندير انستالاسيون ديال سينجل نود اللي كنا درناها، درنا البارح لانستالاسيون ديال شفنا يعني الطريقه ديال لانستالاسيون ميلتي نود في السيونس اللي دازت البارح اللي كنا دخلناه في امازون، درنا واحد شويه ديال ريفيزيون على امازون، درنا لانستالاسيون ديال اوبن ستاك ميلتي نود. مزيان، يعني هذا هو لافونتاج ديالها، ما كتزيد دي كومبيتونس في السي في اللي غادي ينفعوك من بعد، صافي في داك الريكريتور ولا اللي غادي تدوز معاه، ماشي غير غادي تجي تكتب انت مثلا عندي مع امازون
انت ما قاريش؟ لا، خصك تكون عارف ديجا قاري عليه وري خصكو يعني. حتى في الاوفيس فاش نشوفوا الاوفيس تعرف عاوتاني شنو تكتب في الاوفيس مايكروسوفت اوفيس، دي كومبيتونس اللي عاوتاني كيكونوا يعني بوحدهم مزيان مزيان. دابا شفنا هاد الاياس، دابا ساس ساس كاين مايكروسوفت ازور ماشي مايكروسوفت اوفيس بيس 365 هذا ديال اللي عنده علاقة باش بالساس، يعني واحد السوفتوير اللي ديجا واجد، واحد السوفتوير ديجا واجد. كاين اللي غادي يقول لي قلنا له فيس عاد ياتوني شنو هو الاد باس؟ قلنا الاد باس هو واحد البلاتفورم اللي كنخدمو به. هاد البلاتفورم كيقدر سميتو مثلا السمية ديالو مثلا قلنا فيزيوال ستوديو كيكون واجد قبل ما ندخلوا للاوفيس 365 نهضروا على هذا الباس. عاد دوزوا لهذاك الباس هو فسهلا عندنا فيزيوال ستوديو مثلا، عندنا واحد هذا فيزيوال ستوديو. هذا باش نخدموا هذا فيزيوال ستوديو خصنا نانستاليوه عندنا في البي سي باش نقدروا نخدموا به. الوغ مايكروسوفت داير لنا واحد فيزيوال ستوديو لين اونلاين، هذا ما كنحتاجوش نانستاليوه ديجا كيكون اونلاين، يعني دايره واحد البلاتفورم سميتها باس مثلا. فتحوا واحد لهذاك كيتسمى واحد مثلا فيزيوال ستوديو اسونشيال، هاهو هاد كتعطينا نديرو تريال فيه. هو هذا فيزيوال ستوديو ديب اسينشال. هنا نديرو واحد اللعيبه، هنا نديرو واحد لونجلي ما عندنا، ما نديرو بالفرنسي فرنسي ماشي ديال لانفورماتيك. هنا هنا مازال ما بغاتش يو اس يو اس يو اس تحت تحت هنا يمشي الصوت. قيل غير عندك واقيل غير عندك الكونيكسيون، قيل كل شيء راه عنده الصوت مزيان. شوفوا الى الصوت عندكم مزيان ياك الاخوان. وين مزيان غير عندك سيونس يونس. هنا هذا هو فيزيال ستوديو، فيزيال هنا هذا هو اللي كيعطينا واحد البلاتفورم باش نخدموا بها. هي get everything you need to build and deploy your app on any platform with state of the art tools, the power of the cloud training and supports. It's our most comprehensive free developer program ever. يعني كتعطيك واحد البلاتفورم خاصه، يعني هذه هي ديال الباس. انا عطينا اكزومبل ديال الباس، ها هي شنو كاين. everything you need all in one place. هنا بالنسبة للديفلوبر، بالنسبة للكلاود سيرفيس، بالنسبة للسوفتوير، try and download from operating system to office online. يعني باش كنخدمو به كنديرو غير join online بحال هكا. مثلا نفتحو واحد، كتفتح واحد كونت جديد نديرو نايم مثلا هكا. الفوق شو السمية؟ ماي فيزيال ستوديو، ماي فيزيال ستوديو. غنشوفو لي بينيفيت اللي كيعطينا كونفيرم. هادون لي بينيفيت اللي مثلا كيعطيهم ديريكتومون هنايا فري، مثلا لينكدين ليرنين، مثلا شنو كان هي مثلا فيزيال ستوديو، مثلا بزاف ديال لي بينيفيت. مثلا كتدخل ديريكتومون مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي، هادو هما لي بينيفيت اللي كتديهم فابور. وهنا الازور، الازور فري اكاونت راه ماشي يعني فري، راه خصك ضروري تدخل لاكارت ديالك. هنايا ازور ديف اوبس، هنايا
فري جيت ديبوزيتي اجيل برانين تولز. يعني هنا باش نخدموا مثلا، هنا مثلا فيجوال ستوديو كود، هنايا مثلا ديروا واحد اوبن هنا بالنسبه باش نخدموا، يعني داونلود فيجوال ستوديو كود، نرجعوا هنايا نوريكم واحد لا ها هي هنا نديرو get started. هنا app center is mission console automatically build your app test it on real device and distribute it to beta tester. يعني هذا هو هنا كتخدم directement continue with Microsoft. ندخلو بعدا directement هنا كيعطيك choose your username اللي هو هذا، انا غير باش نوريكم تيست. ها هي هنا عندنا غادي نديرو اد نيو اب مثلا، اب شنو نسميها مثلا 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 ياسين. هنا واش لويس اندرو اي او اس ويندوز، هنا البلاتفورم اللي غادي نخدمو بيها، يعني هنايا نتيستيو. فهمت صافي غادي تخدم الاب ديالك. يعني شنو هذا؟ يعني بلاتفورم از سيرفيس. حنا عرفنا شنو هو بلاتفورم از سيرفيس اللي كنت هضرنا عليه قبل، هنا ما غررناش من هذا. دخلوا افتحوا كونت غادي تلقاو هنا لي بينيفيت، واحد الحاجه زوينه هنا في هذا السيت اللي ضروري باينه غادي تمشيو، خصكم ديروا واحد تفتحوا كونت فيه، كيعطينا تيليشارجيو ديريكتومون لي بروغرام اي برودوي ديال مايكروسوفت ديريكتومون، بلا ما وين ما كيعطيكش الليسونس ديالو. الا كان فري راه فري، الا كان فيه تريال راه غادي يعطيك تريال، وين ماشي بالليسونس. الليسونس ما كيعطيش برودكت كي. مثلا نحتاج انا ويندوز 10 بلا ما كتمشي تبقى تقلب عليه في بلاصه اخرى غير كتلقاه هنا. ها هو ها هو ويندوز 10 كتجي ديريكتومون. مثلا بغيت ويندوز 10 داونلود انجليش، هادي كتختار تكليكي على داونلود اوتوماتيكمون كيتيليشارج. تنسي بغينا مثلا ويندوز سيرفر 2019 مثلا، وهذا دغيا كدي ديرلو داونلود. يعني هنا ما كيعطيش البرودكت كي، البرودكت كي خصك تكون ديجا عندك لابونمون معاه، تكون عندك بيد سبسكريبشن باش تقدر دير هاد. مثلا دخلنا هاد بي سبسكريبشن تخلص، يعني انت كتخلص في الشهر الا خدمنا مثلا هادي كتخلص مثلا 45 دولار في الشهر الا ما كنتش تخدم غير ريال. ها هما لي بينيفيت اللي غادي يعطيك اللي غادي تاخذ، يعني هادو هما لي بينيفيت. صافي هنا ستاندار هنا كلاود، المهم اني واي حيدو هادي. عرفنا دابا شنو هي يعني الباس، باش ماشي تقول هاد الباس شنو هو شنو هو كيفاش غادي نديرو بروغراماسيون كيفاش كيفاش. مزيان بحال داك اللعيبه ديال جيت هاب، يعني نفس البرانسيب ديالو. نشوفو مايكروسوفت اوفيس 365 الوغ قبل مي اللي هو اللي الموديول ديالنا قبل مثلا فاش كنا خدامين مثلا قبل كنا كنخدمو بلوفيس مثلا بلوفيس 2007 2010 2013 2016 دابا. يعني شنو كان كيخصك تجي مثلا هكا، كان كيخصنا ضروري نجيو البي سي مثلا ديالنا، مثلا عندنا 100 بي سي كنجيو لهذا البي سي ونجيو لهذا نجيو لهذا كامل ونانستاليو فيه مثلا داك لوفيس. بغيت تاني جا شي يوتيزاتور لهاد البيستي هذا دار واحد الفيشي وورد مثلا وخدم فيها هاد الفيشي وورد دار في هاد البيستي، جا الوغ لهنا بغا يجي لهاد البيستي هنايا ما لقاش هاد الفيشي، ما خصو عاد تاني يهزها معاه في اليو اس بي ويحطها هنايا.
جا لهنا بغى يمشي للدار مثلا، عنده واحد الفيشي مثلا فيه 2 جيجا هنايا في هذا البيسي، بغى يمشي للدار، بغى يمشي حتى للدار، هو يجلس في الدار يفتح البيسي يعني مع راسو يشرب قهوة يجلس ويجبد البيسي ويخدم على داك الدوسي اللي كان هنا اللي كان في السوسيت. الوغ ما صار حالوش، اول حاجة الادمينستراتور ولا الاي تي ديال ما غاديش يعطي له لوتوريزاسيون، ولا حتى البوليتيك ولا الاستراتيجي ديال لا سوسيتي ما غاديش غادي تخليه يدي مثلا دي دوني يعني لي كونفيدونسيال للدار معاه باش يقدر مثلا يخدم فيه، ما يمكنش، يقدروا يسرقوهم له، يقدروا يديو له الداتا، يقدروا بزاف ديال لي شوز لي غادي يعني غادي يخرجوا بزاف ديال المشاكل. الوغ ما صالحاش، شنو دارت مايكروسوفت؟ خرجت لنا واحد الحاجه زوينه، قالت لك هذا الشيء كامل اللي انت غتجي تانستالي واحد البرودوي غادي تانستالي هنايا، تانستالي مثلا لوفيس ما ديروش هنا، قالت لك غادي تجي عندي للكلاود، غادي تجي عندي انا درت لك واحد البلاتفورم سميتها الساس، الساس ديالي يعني في الساس سوفتوير از ا سيرفيس، هاد الساس هادي سميتها انا لوفيس 365، لوفيس 365 في الاول كانت غا لوفيس يعني دارت على حساب لوفيس يعني على حساب داك الوورد ليكسيل باوربوينت لاكسيس داكشي الاخر. ابخي فاش طور الكلاود زادوا فيها بزاف ديال لي سوفتوير از ا سيرفيس اللي كانوا كيخدموا في الاون بريميسيس، داك لي سوفتوير اللي زادوا فيهم شير بوينت لا بوينت، زادوا فيهم اكستنس، يعني هادون يعني داك دي سوفتوير اللي كانوا كيخدموا بهم زادوا فيهم سكايب فور بيزنس. هكا كتكتب بيزنس، المهم ماشي مشكل هنا، يعني سكايب فور بيزنس اكستنج مثلا سكايب، حنا غاديين هادو نزادوهم على هاد الاوفيس. الوغ شنو هو لافونتاج ديال هاد الاوتلوك؟ يعني الاوتلوك مع الاكستنج، مع فاش زادو الاكستنج زادو معاه، هنا نزيدو الاوتلوك زادو مع الاوتلوك، وديجا الاوتلوك راه كان في الاول مع داك يعني الاوتلوك، وهذا كان مع داك مع الاوفيس يعني مع داك هذاك الشيء ديال لي برودوي ديال برودكت ديال الاوفيس. الوغ دابا شنو دارت دابا مايكروسوفت؟ دارت لنا هاد الاوفيس. الوغ شنو قالت لك انت غادي دير، ما غاديش تحتاج انستالي عندك هاد الاوفيس هنايا، ندير لكم واحد الشيما جديده باش ما تلفوش. قالت لك هتجي عندي لوفيس، ها هو لوفيس 300 بلاتفورم ديالي، لوفيس 365 مزيان، غادي تجي عندي. قالت لك انا عندي كل شيء، عندي الوورد، غادي تلقى فيه الوورد ليكسيل باوربوينت الاوتلوك كلش، الاوتلوك الاكستنج مثلا شير بوينت مزيان. انت قالت لك لا سوسيتي ديالك غادي تولي دايره، غادي تولي حاطه هنا كاع داك كلشي، داك هاد السوسيتي اللي كاينه هنا حاطه كاع لي دوني ديالها هنا. مثلا انا كايتيزاتور كاين هنايا، غادي نفتح شنو؟ غادي نفتح السيسيون ديالي، نفتح النافيغاتور، غادي نتكونيكتا ديريكتومون لوفيس 365، غادي ندخل نهز مثلا شي دو، نفتح مثلا شي دوكيمون، داك الدوكيمون واخا يكون فيه حتى شحال ما كان غنخدم فيه غادي يبقى هنايا. غادي نمشي للدار مثلا الانفو، نقدر نمشي للدار بحال هكا، غادي نفتح البيسي ديالي، غادي نفتح النافيغاتور، غادي نتكونيكتا للسيسيون ديالي لوفيس، غادي نتكونيكتا للدوسي ديالي نخدم عليه وحنا غاديين. يعني عاوتاني غادي نمشي غادي نجي لهنايا وحنا غادي، يعني داك الشيء اللي غادي نخدم فيه راه هنا غادي يبقى عندي في الكلاود، هنايا في الكلاود. غادي تزاد واحد لوبسيون جديده، شنو هي؟ على هادشي اللي كان الفوق،
هادشي كيت بالليسونس كتخلص عليه يعني هاد الليسونس هما مايكروسوفت كدير شهر يعني فري تشريها ولا اني باش لي سوسيتي كيشريو الليسونس ديال الاوفيس. بحال تقريبا داكشي بحال نفس البرانسيب ديال غير هذا مايكروسوفت شويه يعني افونسي بزاف في هادشي. هنا بالنسبه غيتزاد واحد لوبسيون. شنو هي لوبسيون اللي تزادت عندنا؟ هنا كان عندنا مثلا واحد اليوزر يقدر يدخل لهاد البيسي يكري مثلا دوسي يدير شي حاجه، يجي لهاد البيسي هذا يجي يدير شي حاجه، هذا عاوتاني يقدر يخدم الاوتلوك يقدر يخدم اللي يبغى. لا هنا لا، هنا في الاوفيس كاينه واحد الحاجه سميتها سنترالايز فين شرا نايز ادمنستريشن. شنو كتعني سنترالايز؟ كاين واحد الادمين هو اللي كيتحكم في هذا الشيء كامل، الادمين اللي كيتحكم في اليوزر شنو يدير وشنو ما يديرش، شنو يقدر فين يقدر واش يوزر عادي ولا يكون شي يوزر عنده دي بريفيليج طالعين. يعني كتكون شي حاجه سنترالايزد، يعني عند كاين واحد الادمين هو اللي كيتحكم في كل شيء. يعني فاش انا كنشري مثلا لوفيس كانوا عندي مثلا في السوسيتي ديالي عندي 6 ديال لي 6 ديال لي سالاري مثلا ولا 10، فاش غادي نشري واحد لابون مود لوفيس هاد لادمينستراتو غادي يجي هنا غادي يكري غادي يدير كرييت 10 ديال اليوزر. فاش يكري 10 ديال اليوزر كاملين غادي يكون عندهم اليوزر نايم والباسورد. يوزر نيم والباسورد مزيان. فاش غادي يكون عندهم هاد اليوزر نيم والباسورد غادي تكونيكتاو ديريكتومون، ما غاديش انستاليو مثلا داك لي برودوي عندهم هنا، غادي ديريكتومون غادي يكونوا هنايا غادي يفتحوا السيسيون ديالي في جبت البيسي ديالو ولا الطابليت ولا اي حاجه، وغادي يجي يتكونيكتا لي سيرفيس ديالو اللي كاينين هنايا يعني بسهولة. يعني ما غاديش يحتاج يدير شي حاجة. كاع لي زيتابليسمون مثلا بيبليك مثلا لو اف بي بي تي وداكشي كامل كيخدمو تقريبا كاملين هاد لوفيس، يعني كلشي يعني اللي كيخدم بهاد لوفيس. كاع لي سوسيتي ديال المغرب تقريبا كيخدمو بهاد لوفيس 365، هو اللي ولا شي حاجة اللي ستوندار هاد لوفيس 365. الازور نقولوا راه عاد غادي جاي في الطريق، يعني مازال هو عاد جاي في الطريق، ولكن فاش كنهضروا على لوفيس ولات شي حاجه عادي شي حاجه اللي حيت شي اوليو باش انا نجيب واحد الاربعه لي بيسي ونشري لوفيس هنا هنا وهنا وندير ليسونس فيهم كاملين، غادي نشري كلشي كاين هنا، يعني كلشي كاين هنا مزيان. وزيد عليها قالت لك انت باش تجي تخدم مثلا بالاكستشانج عندك في هنا في السوسيتي ديالك ولا تخدم مثلا بشير بوينت هنا ولا بسكايب، قلت لك جيب مليل هنا حطهم عندي في الكلاود حطهم هنايا. وزيد عليها في هذا الشيء كامل كتعطينا واحد الدومين، كتعطينا واحد الدومين كتقول لك تقدر تزيد الدومين ديال السوسيتي ديالك مثلا IT up to دوت كوم. نزيدو مثلا هاد الدومين كيولي هاد لوفيس هاد لابون مود لوفيس كاملة عندها واحد الدومين لي سميتو ITAppTuyo.com. غادي نقدر شنو نقدر نستافد من واحد الحاجة، نقدر نستافد لي زيمايل بروفيسيوني، ما غاديش يوليو لي زيمايل ديالي مثلا بالأوتلوك كدا ولا مايكروسوفت، غادي تولي كلشي بروفيسيوني، يعني غادي يولي الإيميل ديالي بسمية بالدومين ديال السوسيتي، أنا غادي نربح واحد الحاجة يعني وبزاف ديال لي شوز. باش نخدمو بهاد لوفيس خصنا ضروري هنا كاين مثلا لوفيس 365 هنا فيرجن شوف نشوفو لي فيرسيون اللي كاين. كاين هنا جوج كاين
بور لي بارتيكولي وكاين بور بي ام او. عاوتاني الفرنسي 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 خصنا نحيدو الفرنسي الفرنسي خصنا نرجعو لونجلي احسن. انجليش 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 شتي لونجلي شحال مزيان. هاي نهبطو دابا نرجعو فين كنا هنايا. ديسكفر هاو ماتش has changed applied today for home ولا for business. حنا غادي نديرو for business for business. هنا الا درنا مثلا غير for home يعني كاين واحد كاين في اوفيس 365 كاين بيزنس كاين بيزنس بريميوم وكاين بيزنس اسينشال. شنو فاش كي شنو كيفرق ما بين هذاك ما بين لي فيرجن ولا ما بين هاد الاختيارات اللي عطينا ثلاثه في هاد لي برودوي اللي كاينين تحت هنايا. مثلا كنهضروا مثلا حنا مازالين في الهوم مثلا غنخلصوا شحال $12 في الشهر. هاد $12 في الشهر غادي نستافدوا منين؟ غادي يكون عندنا الاوتلوك الوورد الاكسل باوربوينت الوان نوت والاكسس غادي يكون عندنا بي سي واحد ومنين والاون درايف. مزيان نجيو لهنايا كاين الايميل هوستين ما كاينش يعني ما نقدروش نديرو الايميل هوستين. ديسكتوب فيرجن اوف اوفيس كاينه ويب فيرجن اوف وورد كاينه يعني وان ليسنس كوفر يعني هادشي كامل ها هو اللي كاين. غادي ندوزو لهنا مثلا اوفيس 365 بيزنس هنا $17 في الشهر. هنا شنو كيتزاد لتحت الى لاحظتو كيتزاد مع هذا كيتزاد واحد الحاجه سميتها الاكستانس اون درايف شير بوينت كيتزاد واحد الحاجه شنو سميتها ما يزاد الاكستانس راه غادي يتزاد معها الهوستين ديال اش ديال لي زيمان 50 جيجا. وحنا غادي ندوزو للثالثه عاوتاني. الثالثه هذه اسونسيال شحال $100 فاش في الشهر. هنا عاوتاني ما كيكونش عندنا لي زابليكاسيون هاد ما كاينينش كاين غير اكستشانج كاين اون درايف كاين شير بوينت. هادي بالنسبه لهم. علاش هادي لهم؟ هادي بالنسبه لاي واحد بغى يخدم يعني عادي كيفاش بغى اي واحد مثلا هي في الدار. انا دابا بغيت اوليو باش نشري لوفيس انستالي لوفيس مثلا دومين سيز غنخدم بهاد هادي. وحتى ميكروسوفت مثلا فاش كنجي انستالي ويندوز 10 كنجي انستالي الا جيتو انستالي ويندوز 10 مثلا خصكم تعرفوا واحد الحاجه. اذا انستاليت ويندوز 10 الانتربرايز كاين سرا برايز هاد الانتربرايز هذا الفيرسيون انتربرايز راه غادي تقدر يدير ليا غير بالكونت ديال لوفيس 365 يعني ما كتكونش لوثنتيفيكاسيون يعني لوكال ما كديرش داك ما كتدخلش باليوزر نيم ديال الادمينستراتور ولا اللي كيكون لوكال كتدخل بالكونت ديال لوفيس 365. اما الا دخلنا هضرنا مثلا على الفيرسيون الاخرين هادو كتقدر تختار ما بين لوكال وما بين تدخل ديريكتومون في الكلاود. مزيان 365 اوكي. اجي دابا نشوفو فور بيزنس. فور بيزنس يعني لي سوسيتي. هنا بديت بلوكا غندير بشغل شارج فور بيزنس هو هذا. غادي نشوفو هذا فور بيزنس. احنا اصلا كنا كنخدمو الاخر ديال هو ديال هو اللي كنا قبل هذا ديال فور بيزنس هذا هو ديال فور
بيزنس الاخر ديالهم هذا اللي كنا كنشوفو قبيله، هذا ديالهم اصلا بيرسونا. هذا بالنسبه للبيت فاليو جعل هنا فور بيزنس صافي تو، هذا ديال البيزنس والاخر ديالهم هذا هو اللي كنا كنشوفو قبيله، حيت اصلا ديجا انت ما عندكش الحق تخدم عادي يعني في البيست ديالك عادي، ما غاديش تخدم اكستشانج ولا تخدم شير بوينت، حنا غير قلبناها وصافي. على حساب ليسونس ديالك اللي غادي تشري مثلا، غادي يعطيك هنايا جابتنا لتحت ها هم نبطو لتحت مثلا، هذه كيعطيك ديال شحال عندك في السكايب، يقول لك عندك الحق في 250 هنا، ها هي ماكسيموم نمبر اوف يوزرز هنا 300 مثلا، هذه بالنسبه لهم كاملين، هاي ماكسيموم نمبر. هنا مثلا جبت مثلا سوا البيزنس ولا البيزنس بريميوم ولا البيزنس اسونسييل، هذه بالنسبه لي سوس دي سوسييتي، وها هما لي برودوي اللي كيكونوا انكلي فيها. الا كانت سوسييتي كبيره غادي تزيد تشري ليزي، غادي يعطيك تزيد شري ليزي تيليزاتور، ما غاديش تبقى تخدم غير بهاد 300، غادي تزيد تطلب يوتيزاتور زايدين، هادي بالنسبة غير ستوندار، حيت كاين واحد هادي واحد الفيرسيون أخرى انتربرايز، واحد هادي دابا بالنسبة هادي بيزنس، كاينة واحدة سميتها انتربرايز، ما كايناش هنايا، هي اللي غادي نديرو بها التحية، سميتها انتربرايز، هي اللي فيها يعني اكثر من هاد البيزنس. مزيان، باش حنا نديرو التريال ديال هاد الاوفيس، باش نديرو حنا يعني التريال، ها هو كيعطينا هنايا تراي فور فري، ولا هنا يعني مثلا بغينا نديرو التريال ديال فور بيزنس اوفيس 365 بيزنس، غادي نجيو هنا ونديرو تراي فور فري. ها هو قالك it looks like you already have an account، يعني do you want to add office، حنا ديجا عندنا واحد تكونيكتين، انا مكونيكتي هنا بواحد الاكونت، غادي نرجع هنايا حيت ديجا انا عندي واحد الاكونت، حنا ما غاديش نديرو التريال ديال هذا، غادي نديرو واحد التريال اخر، واحد هنا اوفيس 365 هنا تريال، حنا غرضنا فاش انتربرايز هذا انتربرايز اوترو هو هذا، هذا هو يعني ديال انتربرايز او 3، يعني كيعطينا شنو لي فونكسيوناليتي، شنو فيه، شنو يقدر يدير لنا، يعني هادو هما شنو غادي نقدروا نخدموا بهاد انتربرايز. هنا غادي نشدو بحال هكا باش نديرو لو تراي، باش نديرو تريال اش تي مانتونو، لا غادي نديرو اي سي غراتويت، غادي تشدو هذا مثلا، غادي نجيو هنا بحال هكا، غادي نجيو هكا نعطيكم واحد الشاط، ديرو الشاط شاط شاط هكا، ندخلو لهاد الليان هذا باش تدخلو باش ديرو تريال ديال اش ديال لوفيس 365 انتربرايز، هذا اللي عطيتكم في الشات دابا.
احنا ما غاديش نديروا داك البيزنس، ما غاديش نديروا يعني الهوم، ما غاديش نديروا داك بيزنس بريميوم، غنديروا انتربرايز او تخوا. هذا فيه كاع لي زوبسيون اللي غادي نحتاجوها، وخا حتى الاخرين تقدروا ديروا داك البروفيشنال ولا تقدروا تخدموا به. هنا غادي تجيو تكليكيو على اي سي غراتويتمون، بحال هكا غادي تدخل الريجن حدا يعني لحسن الحظ ما كيطلبناش لاكارت بونكي، هذا هو المزيان، ما غاديش يطلب لكم لاكارت بونكي باش تاكتيفيو الكونت ديال لوفيس. هنا اول حاجه غادي نديروها شنو هي، هي اللي تختار الدولة. هنا مثلا موروكو، ماروك، واخا هنا لا لونغ ما عرفتش طالع لي بالفرونسي، ما عرفتش دابا مثلا هنايا السمية والكنية. هنا الايميل ديالكم، الايميل مثلا كونتاكت ات اي تي اب شو يو، هاد الايميل دير لي كان دوت كوم مثلا. هنا يعني غادي دير مثلا الفون نمبر، هنا النايم ديال السوسيتي اي تي اب تو يو باغ اكزومبل. هنا لا تاي ديال السوسيتي، مزيان كلكم درتو هاد الشيء اللي درت دابا باش نمشيو اون باغالي. عمرتو هاد لي زانفورماسي، نشوف واش راكم معايا. عمرت ديروا هاد لي زانفورماسيون كاملين باش نمشيو اون باراليل. فاش تساليو ديروا هاد يعني ديروا غومبليغ هاد الشيء، غادي دير سويفو. هنا سويفو غادي هنا اللي مهمه في هاد هنا كتختار الدومين ديالك. دابا اي سميه مثلا كتكون دومين فيه هادي كتبقى ستاندارد اون مايكروسوفت دوت كوم، اللي كيتبدل هو هاد اليوزر نيم وهو تخصصيتي. كدير هنا مثلا اي تي اب تو يو مثلا 4، وهنا مثلا هكا، وهنا كدير المود باس هكا. صافي تراكم درتو هادشي. هنا ما كدير غير ادريس باش ما يعيطو، يعني باش ما يصونيوش عليك، ديرو غير ادريس. درتو هادشي اللي درنا دابا يا حيت ماشي يجي شي واحد يقول لي غدا ولا بعد يقول مازال ما دارش الكونت ولا ما كاينش مشكل في ما كرييتش الكونت ولا دار، خصك دير كري كونت حيت ما كيحتاجش لاكارت. هذا صافي تاكد درت هاد لي زانفورماسيون. نسايلو نشوفو واش كلشي راه معايا. صافي تغندير سويفو ياك درتو هنا كدير نو نو، ماشي ضروري دير نوم دو سوسيتي، غير دير شي يوزر نيم يكون معروف وعقلو على هاد الايميل هاد. صافي هنا كديرو كرييت اكونت. هنا بارتي اللي مهمه بزاف، هنا كدير كيد يسيفطولك اس ام اس، كتختار هنا الدوله ديالك يعني ديالنا حنا شنو ماروك ولا موروك الا كان بلونجلي يعني ماروك هاي، وكتدخل نيميرو التليفون كيسيفطولكم واحد الكود التليفون.
دخلتوا النيميرو التليفون وداكشي. صافي تياكل كلكم دخلتوا النيميرو التليفون. صافي تراكم يعني عطاكم داك الكود في التليفون مهدي سي اوكي، والاخرين يعني يعني اللي معانا يعني ايمان سيمو يونس كرييتو كونت لا مازال. لما كاينينش معانا نهائي صافي تي غادي يصيفط لك واحد الكود للتليفون. انا ما غاديش، انا ديجا فاتح الكود، غادي 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 نسالي فاش غادي يعطينا ندوزو هاد ليطاب. غادي يعطينا غادي يعطيك اليوزر نيم. صافي داكوغ، فاش نسالي عاود خيو الكونت. صافي فاش كنساليو هاد ليطاب كيعطينا غير يعني اليوزر نيم ديالنا اللي يعني هو داك الايميل والموت باس اللي اختارينا، وكيعطيك عطيونا البورتال. فاش كيعطيك البورتال دير واحد الحاجه مزيانه باش ما حيت كاين اللي غادي يكري كونت وغادي يتلف. غنكري بحال ندير كونت جديد نشوفو بنفس شنو نيميرو التليفون. كاين اللي غادي يعطيلو هو غادي يدخل ما غاديش يعرف كيفاش نديرو نيميرو التليفون ديالي. كتبت لك الكود. نوصف من الكل خلطة. صافي تا هو انجستري دي لافورماسيون كيعطينا هو كيدير كرياسيون. Pour vérifier, nous avons besoin d'un supplémentaire. Ok. Est-ce déjà d'accord avec le numéro de téléphone? Déjà fait. Fait habiller واحد le compte. Il y aurait. L'administration. ديجا فتح بنفس النيميرو الكونت. مازال ما عطانيش سبسكريبشن. صافي انا ما غاديش نخدم بهاد الكونت، غندير هذا بحال هكا وغادي ندخل الكونت ديالي عادي اللي كنت عاد كرييت قبل اوفيس نا بورتال اوفيس بحال اللي كنا كندخلو البورتال اوفيس، ندخلو البورتال
لا مازال احنا غادي ندخلوا لهذاك. احنا باش كنبغيو ندخلو كنديرو في بورتال او اوفيس، هنا كيعطيني ديجا انا مكونيكتي باش ها انت اي تي اب تو يو، يعني هذا هو الكونت اللي ديجا انا فتحته قبيله، كنت فاتحه قبل اي تي اب تو يو اتري، يعني فتحته بحال نفس الطريقه اللي كنت درت. اللي مهم عندنا هو هاد الادمين، كندخلوا لهاد الادمين هنا هي اللي فيها كل شيء. ماش ما اعطيني شو مور هنا الادمين. هنا فاش كتفتح الكونت اول مره خصك تساين، كيعطيك بعد تاكتيفي واحد، كيعطيك سيت اب، كدير سيت اب مثلا داك ليزيتيزاتور اللي عندك، مثلا سيت اب لانستالاسيون ديال مثلا ديك لي زابليكاسيون، وهاديك السيت اب ديال داكشي ديال الاكستشنج، ما غاديش تحتاج منك بزاف، وكتعاين واحد شويه وبلا تقدر ما دير السيت اب، خصك تساين تقريبا شي نص ساعه ولا 20 دقيقه باش كي اكتيفيو كاع داك، كيديروا كاع لي سيرفيس مثلا بعد الاكس، كنلقاو شنو هنا الاكستشنج شير بوينت، هادو كاملين ما كيكونوش مأكتيفين في الاول، اون درايف يامر باور، هادو انت كتساين واحد شويه عاد كندخلوا لهاد كيتاكتيفاو لنا هاد. هادي هي البورتال ديال الادمينستراسيون اللي كنا قلنا، اللي كنا هضرنا عليها. شنو كيكون شنو غادي نلقاو في هاد الانترفاس؟ اول حاجه في الهوم، الهوم كنلقاو مثلا اد يوزر، ديليت يوزر، ايديت يوزر، ريسيت باسورد. هنا نقدروا نديروا شنو؟ نقدروا داك لي سوفتوير انستاليوهم، مثلا انستالي لوفيس 2016 ونخدم به مثلا في لوكال، هنا كيعطيني واحد البوسيبيليتي هاي نخدم به مزيان. دابا قد تقولوا لي شنو الفائده، انا حليت شريت واحد ليسونس ودخلت مثلا البورتال هنا، مثلا انا كان عندي مثلا 10 ديال الناس اللي خدامين معايا في السوسيتي، غادي نجي لهنا غادي نكريي 10 ديال لي زوتيزاتور هنايا، غادي نكري شحال 10 ديال اليوزر اللي غادي يكونوا خدامين معايا، وهما غادي يبقاو ياكسيديو للكونت ديالهم هنايا وياكسي ويديروا الخدمه اللي بغاو، مثلا اما غادي يخدموا بشي برودوي عندي، اما غادي يخدموا بشي برودوي عندي، يعني يقدر يكون الوورد، يقدر يكون الاكسل، يقدر يكون اي حاجه. نقدروا مثلا نعطيكم مثال، مثلا الاكستشانج ولا الاوتلوك، داك لي زوتيزاتور مثلا بخمسه ولا بعشره غادي تكريا واحد الكونت ديال الاوتلوك، داك الكونت غادي يبقى هو هذاك هو ديال البواط ايميل ديال، وهذاك البواط ايميل تكون معروفه تف، يعني مثلا نقدروا نخدموا بها على برا، مثلا غادي نصيفط مثلا الجيميل يخدم لي، نصيفط مثلا الاوتلوك يخدم لي، نصيفط الياهو نخدم بها. اول حاجه شنو هي عندنا لي زوتيزاتور، هنا اليوزر ها هما اد يوزر كونتاكت، هنا جروب نقدروا نديرو دي جروب، هنا لي ريسورس يعني اللي كاينين هنا بيلين شنو كتعني، هي داكشي ديال السبسكريبشن والبيمنت ميثود والليسونس. مثلا غنشوفو الليسونس اللي عندنا حنا في التريال، تريال شحال عندنا الحق فاش عندنا هو لوفيس 365 انتربرايز، والفاليد عندنا 25 ليسونس، يعني 25 يوتيليزاتور اللي يقدروا يخدموا هاد ليسونس. هنا السبسكريبشن ها هي سبسكريبشن، ها هي قال لك باش تستافد من هاد الشيء، يعني اللي كاين هنايا كامل هنايا، هذا سكايب، هنا هذا شير بوينت، هذا الاكستشانج، هذا يامار، وحنا غاديين هذو هما دي برودوي اللي كاينين. الى قال لك التريال فاش كتكسبيرا في 3 في شهر، يعني في شهر 2 فبراير، يعني فبراير هنا نقدروا نديرو تختاروا ها هو 20 دولار في الشهر، نقدروا نشريو الليسونس، يعني نقدروا نديرو يعني نخدمو. بونسوار سي طارق، دونك نقدروا نخدموا باش يعني 20 دولار في الشهر ونشريو ليسونس مزيان. هنا ها هما قلنا دي زوتيزاتور، هنا السيبور اللي عندنا، هنا السيتينغ اللي غادي نقدروا، هنا السيت اب،
هنا فاش غادي تدخلوا اول مره غادي تفتحوا كونت الا بغيتوا انيوري وداك الشيء، كتجي هنا السيت اب وكدير السيت اب لهاد الثلاثه البروداكت والدومين هنا. مثلا نجيو هنايا البروداكت، البروداكت هما تلقاهم ديما ديجا راه اكتيف، ها هما ديجا راه اكتيف، هادو هما لي بروداكت اللي عندنا، ها هما ديجا اكتيف. دومين هو اللي مهم، دومين نقول لكم علاش غنحتاجو دومين، كيفاش غنديرو علاش الدومين غنحتاجو، حيت دابا حنا ديجا خدامين الدومين اللي باي ديفولت هو هذا، هو هذا. ها هو نحطو الكيرسر عليه، هنايا ها هو itaptoyo.onmicrosoft.com، هذا هو الدومين. انا ما بغيتش نخدم مثلا داك itaptoyo3.onmicrosoft.com، بغيت ندير واحد الدومين لي بيرسوناليزي، واللي انا نقدر انا نخدم به. شنو هي كتعني بيرسوناليزي؟ يعني بحال مثلا itaptoyo.com، يعني هذا هو اللي كنعني به، يعني دومين بيرسوناليزي مزيان. مثلا هنا لتحت 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 اللي هنايا هادي في سون ادمين سنتر، ادمين سنتر هنا كنلقى داك لي بروداكت اللي عندي، ماشي داك مثلا الاوفيس، داك الوورد، الاكسل، هادو كنقدر ندخل لهم غير هنايا، هما كاينين غير هنايا الوورد، الاكسل، اوتلوك، نقدر ندخل لهم غير هنا. ولا بغينا نديرو اول ابس بحال هكا، كندخلو كاع لي زابليكاسيون اللي كاينين هنايا، هاو كاع لي زابليكاسيون. اول ابليك مثلا بغيت الاكسل، كندير الاكسل هكا ونفتحو ونخدم به. ها هو نكري مثلا نيو، نكري وحده جديده، نفتح هاد الكونت حنا خدامين، نفس الكونت اللي فتحت بيه عند كونيكتد. هنا مثلا غادي نموديفي مثلا نخدمو شي حاجة بحال هكا، أنا مازال ما طلعتليش، نرجعو نديرو غير شي مثلا 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 غير الوورد، حنا بغينا غير الوورد، الوورد بلانك دوكيمنت، يعني دوكيمو او دوكيمو. مثلا نخدمو بحال الوورد عادي، الوورد نخدمو داكشي اللي بغينا، نديرو كلشي، يعني نخدمو في السوفتوير، كنخدمو في السوفتوير واجد واجد. كنجيو هنا فايل مثلا سيف از، هنا سيف از، الا درنا سيف از بحال هكا فين غادي نديرو لو سيف، فين غادي تدار لو سيف؟ ديجا فاش في الاون درايف، هنا بغينا نختارو شي فولدر جديد بحال اللي خدامين في البيسي ديالنا، غير هي كلشي كيكون مسوفكاردي في الكلاود. ها هو فين كيتسوفكاردا؟ في الاون درايف مثلا هنايا، هنا يلا خدمت فيه عادي. نقدر دابا هنا درت انا، يعني خدمت في الدوكيمون ديالي، نقدر نمشي للدار نهز غير ليا، ندخل غير الكونت ديالي، غادي نلقى هاد الدوكيمون، غادي ندخل مثلا، غادي نمشي غادي ندير بحال هكا، نمشي للاون درايف، غادي نلقى الدوكيمون ديالي اون درايف. يس ها هو داك اللي كنا درنا، هذا هو ديال فين راه، هذا ديال الوورد مثلا، كيعطيك شكون اللي مولاه، يعني موديفايد باي ياسر الغازي والسايز ديالو، بقا ندخلو له ديريكتومون. لا تايم زون هذه ماشي مشكل،
هنا وي باش نقطع هنا سيرفر ندخلو مثلا هاد غير مشكلة غير هنا مثلا هي دي عرفنا عرفنا البرانسيب تاع رجعوا غير الكونيكسيون عندي شويه عيانه مزيانه. حنا عرفنا لي برودوي اللي كاينين، حنا كيهمنا كل شيء هنا هو هاد لادمين سنتر من هنايا. هاد لادمين سنتر كتدخلنا حتى بلاتي نشوفوا كيفاش نبقاو نخدموا بيزيتيزاتور نزيدو جروب، كيفاش نعطيوها مثلا لي دغوا يخدم غير واحد الحاجه حاجه لا تقدر تحطو في اوفيس 365 غتابلوديه وصافي غتابلوديه الاون درايف بحال هاد اللعيبة هاكا مثلا. ها هو عندنا هنايا الاون درايف ها هو شنو عندنا هنايا نو هي عندنا هنا واحد الحاجة سميتها اما غادي دير سانكرونيزي غادي تسانكرونيزي مع الـ مع الاون درايف غادي تسانكرونيزي مع البي سي ديال ولا دير الابلود ديريكتومون بحال هاكا ابلودي الفيشي ديريكتوم ولا تيليشارجي يعني مايكروسوفت مسهله شويه القضيه. هو نفس الاون درايف اللي كتلقاه مثلا عندك في اي بواط كتفتح واحد البواط جديده ولا بواط ايميل كتلقى هاد لي سيرفيس الوورد الاكسل وهني ما كيكونش بحال لوفيس هاد 365 كيكون سونتراليز يعني كلشي كيكون سونتراليز. لا هنا تشوفوا مثلا كتكون غادي نشوفوا شنو كتكون لانتيغراسيون ما بين كيفاش كتكون هاد لي زوتيزات كتانتيغري من داك ازور اد هي اللي كتخدم هي اللي كتكون خدامه ما بين كدير لوثنتيفيكاسيون ديال هاد لي زوتيزات وداك الازور اد اللي كتسانكرونيزا مع الاد اللي كاينه في اللوكال. مزيان نجيو هنا قلنا غرضنا هنايا شو مول راه ادمين سنتر هنايا هاد ادمين سنتر هادشي كي ندخلو الادمين هنا نحطو الادمين ادمين هنا. هنا مثلا هنا كاين كل حاجه ديالها مثلا دخلنا الاكستنج ها هي غادي ندخلوا البارتي ديال اكستنج اكستنج اونلاين بحال اللي كنخدموا الاكستنج اللي عندنا في اللي في الاون بريميسيس بحال اللي هذاك اللي مانستالينو ديسيبشن بيرميشن. حنا ما غرضناش حنا نخدموا بالاكستنج حيت انا الفورماسيون ديالنا ماشي الاكستنج، حنا غرضنا نخدموا بلي برودوي اللي كاينين في الاوفيس يعني وكيفاش تخدم بهم ماشي تخدم تشوف الاكستنج. هنا تقول لك خصني نكون كنعرف نخدم بالاكستنج حيت الاكستنج يعني تخصك تخصص اخر خصك تخصص غير في البارتي ديال الاكستنج. مزيان هنا كاين اكستنج اونلاين يعني بحال داكشي اللي كنخدمو في الاون بريميسيس. هنا كاين شير بوينت
تكونيكتاو ديما بنفس الكونت اللي خدامين بيه. هذا بالنسبة لشير شير بوينتس. شير بوينتس راه الأغلبية وقيلا كتعرفوا شنو كيدير، هو إما كنديروا به كاين شير بوينت بارتي ديال مثلا انفراستركتور ولا ديفلوب أو بارتي أدمينستراسيون، كاين بارتي ديفلوبر كتقدر إما كديفلوبي على شير بوينت ولا كتخدم به. مثلا شير بوينت الخدمة ديالو في العادية إما كدير به مثلا البلانين، إما كدير فيه لي تاسك، إما هي الخدمة كينظم لك الخدمة ديالك، هذه الخدمه ديال شير بوينتس. هنا كندخلوا لون درايف، يعني وحنا غاديين هنا سيكوريتي، هنا كل شيء. هنا قبل ما ندخلوا لهذا الشيء غادي نشوفوا اليوزر كيفاش داك قضيه اليوزر. هنا اكتيف يوزرز اللي عندنا، يوزر واحد اللي كاين هو هذا، هو ياسر هو اول واحد كرييتو. غادي ناجوتي واحد اليوزر جديد، مثلا عندي واحد سالاري جديد مثلا نيتو مثلا يوزر ان، لاست نيم ديالو يوزر ان، النايم اللي غادي يبان هو يوزر. هنا الايميل اللي غادي يكون عنده الدومين وعنده المايل، ماي غادي يكون سميتو يوزر ان @ itapptoyo.com. اللوكيشن ديالو في المغرب. هنا الباسورد اوتو جينيريت. شنو كتعني اوتو جينيريت؟ غادي يطلب له يعني ليتس ولا غادي نديرو نكريو باسورد ديالنا، نقولو نكريو حنا الباسورد ديالنا والاسم ونعطيوه له يخدم به. هنا ميك ذيس يوزر تشينج ذيس باسورد وين ذا فيرست ساين، هادي فاش داك اليوزر كيتكونيكتا اول مرة غادي يطلب له، غادي يقول له بدل المود باس. هنا كتقول له الرول ديال داك اليوزر، اما غادي يكون يوزر عادي ما عندوش الادمينستراتور اكسس. شنو هي ادمينستراتور اكسس؟ هي هاد الادمين، هادي ما عندوش الحق في هاد الادمين. ولا جلوبال ادمينستراتور، يعني شنو كان جلوبال؟ يعني الادمينستراتور على كل شيء. هنا ذيس يوزر ويل هاف اكسس تو اول فيتشرز ان ذا ادمين سنتر اند كان بيرفورم اول تاسك ان اوفيس، يعني يدير كل شيء بالعربي بهذاك، يعني كيقدر يدير اي حاجه في هذا الاوفيس، يقدر يكري دي زوتيزاتو، يقدر يتحكم في الاكستانس في شير بوينت ايزي يوزر، يمسح يدير اي حاجه الا عطينا له جلوبال ادمنستريتور. هنا كاستم انت كتحدد كاستم، كتقول له يعني شنو غادي يدير بالضبط. اما كتقول له غادي يخدم مثلا هنا اي حاجه بيلين ادمنستريتور، كيفاش بيلين غادي يتحكم في داكشي ديال الخلاص يعني لي فاكتور، اما غادي يكون في دينامكس 365، اما في الاكستشانج، اما غادي يكون خاص الهيلب ديسك باسورد، اما في سكايب غادي يتحكم غير في سكايب، يعني كتعطي له داكشي. طب لا حنا بغينا نعطيوه غير يوزر عادي مثلا وندير له هنا البروداكت ليسانس. هنا باي ديفولت كيعطينا الحق في هاد التريال، هاد التريال مثلا لو في 365 انتربريز كيعطينا الحق في 25 ليسونس. كل يوزر كيدي، كل يوزر مثلا شنو كتعني هاد ليسونس؟ مثلا انا عندي في السوسيتي ديالي 25 واحد خدام معايا، داك ال 25 اللي درت هاد التريال مثلا عطاني 25 ليسونس، كل واحد غيدي واحد ليسونس ديالو. كل بحال مثلا فاش كنبغي مثلا كنت كندير لوفيس كنبغي نشري ليسونس قبل هاد لوفيس 365 كنبغي نشري مثلا ليسونس ديال لوفيس، كيقول لي شحال من بيسي غادي تانستاليها فيه، هاك هي اللي كتسمى شحال من ليسونس. هنا عاوتاني كتقول لك شحال من يوتيزاتور غادي يخدم هاد لوفيس. مثلا ها هو نقص لي واحد، دابا عندي 24 حيت وحده كاينه هاد لادمينستراتور الاول، وغادي دابا غادي يولي عندي غير 23 ونأجوتي ندير اد هكا. هنا الا بغيت ساند ان ايميل اند كلوز كنصيفط له ايميل لهاد اليوزر، ولا لا كنصيفط لهاد الادمينستراتور يعني المود باس. صافي كنحيد نديرو كلوز، صافي راه تكريا دابا ها هو اليوزر. غادي نزيد واحد اخر، واحد اليوزر اخر غادي نرجعو ادمينستراتور يوزر دو يوزر دو بحال هكا. هنا
لوكيشن مروكو. هنا الباسورد غادي نعطيلو باسورد، نديفيني الباسورد. اوكي هنا الرولز نعطيلو انا جلوبال ادمنستريتور، ونشوفو الفرق بين داك الجوج. هنا ليسونس شحال بقات لنا من ليسونس؟ بقات 23، يعني 23 واحد، يعني نقصنا واحد، زدنا واحد جوج ديال لي زوتيزاتور. نديرو اد، نديرو كلاوز. تقول لي شنو الفائده من هاد لي زوتيزاتور؟ علاش كريت انا هاد لي زوتيزاتور؟ راه كل واحد خدام معاك خصو يخدم كاع لي برودوي ديال الاوفيس، اكسل، وورد، داكشي، يخدم ليكستانس، يخدم كلشي. يعني شنو خاصو؟ خاصو كونت ديالو. مثلا هاد اليوزر ان كيفاش ندير تكونيكتا به؟ اجي يجي هذاك اللي خدام مثلا في داك السوسيتي، غادي يفتح بورتال الاوفيس بحال هاك. شنو عطاتنا هنا؟ بورتال اوفيس. غادي يدخل الايميل ديالو، هذا الواحد كوبي هذا بحال هاك. غادي يدخل المود باس ديالو. شنو قلو؟ قلو خصك تبدل المود باس، حيت حنا كوشينا داك اللعيبه ديال خصو يبدل المود باس. سو كونيكت لا وي هيد هادي. هنا شنو عطانا؟ عطانا نقدروا نخدموا لاوت لوك، اون درايف، وورد، اكسل، باور بوينت. ما عندناش داك لادمين. وشنو نقدروا انستاليو؟ لوفيس. نقدروا انستاليو لابليكاسيون ديال لوفيس. ها هي انستاليو شنو؟ لوفيس 2006. علاش انستالينا؟ بغينا انستاليو الا بغينا نخدموا لوكال. مثلا داك اليوزر مثلا خدام مثلا في الاير اش، ولا خدام في الايت، في شي اي مهم خدام، غادي يكون محتاج مثلا انستالي مثلا انت في مثلا في البيسي ديالو انستالي الوورد، الاكسل. يعني غادي يعطينا البوسيبيليتي باش نانستاليوه غير من هنايا، ولكن ما نفوتوش مثلا في لوكا ديالنا 25. الا كنا شرينا الليسونس ما نفوتوش 301. مزيان، ها هو غادي نانستاليوها عادي، ونقدر ونخدمو بلوفيس مثلا الا بغينا نانستالي، ولا نخدمو فيه ديريكتومون هاد اون اونلاين. هنا مثلا غادي يدخل غادي يخدم مثلا وورد عادي، يخدم الاكسل، يخدم الاون درايف، يشوف لي فيشي ديالو، حيت هذا ديجا ماشي ادمينستراتو، يعني غا عادي. غادي نشوفو علاش نحتاجو هذا. دابا شنو غادي يوقع؟ مثلا هذا ادمينستراتو، هذا ادمينستراتو هو اللي متحكم، عنده لادمين، عنده كلشي. غادي يجي مثلا نعطيكم اكزامبل بسيط 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 بسيط. غادي يجي يدير واحد الدوكيمون مثلا وورد، دوكيمون وورد بحال هاك. هذا نخليوه مفتوح هكا، غادي نجيو هنا وورد اونلاين. افتح افتح حطلات لو نديرو مثلا باوربوينت.
هي فتحت سمعت هذه مثلا هنا غادي نكتب هنا شي حاجه نكتب هكا في هذا الباوربوينت ديال كاين هنا واحد الحاجه شنو سميتها شير هاد شير اني هنا شنو الا درت اني اني وان ويز ذيس لانك كان ايديت ولا غادي ندير نايم ديالو شنو هو يوزر ان مثلا غنبارطاجيه مع يوزر ان صافي ندير ساند يوزر ان غادي يدخل لهنا غادي تجي له واحد النوتيفيكاسيون عن شويه ها هي زادت واحد النوتيفيكاسيون شنو نقول له فيها النوتيفيكاسيون سو اكتوالمون ديزاكتيفي ماشي مشكل نقدروا ندخلوا غام هنايا مثلا في الاون درايف ديالو هو جات واحد النوتيفيكاسيون لمن داو نوتيفيكاسيون جات في الايميل ندخلو له الايميل ديالو يعني هاد اليوزر ان تكريالو واحد البواط ايميل ديالو شنو تكريالو يعني يوزر ان اروبات اروبات اي تي اب تو 3 وان دوت اون مايكروسوفت دوت كوم ندخلو البواط ايميل ديالو غادي نديرو فيزو في فيزو اوغي غادي نختارو مثلا 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 كازا لو كازا وخا عندنا شي ساعة ناقصة هو الاوتلوك يعني لي تكريا شارجوم اونكور يعني دو زيفينمون وغادي نرجعو تاع الاخر خصنا نبدلو له الفيزو اوكي اوكي حتى هذا نقدروا نفتحو يعني الاوتلوك ديالو عادي حتى هو خصنا نديرو مثلا 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 كازا حيت كل واحد خدام معاك خصو الفيزو اوغير ديالو خصو عنده بواط ايميل ديالو عنده كلشي عنده ديال الاوتلوك ها هو هذا يعني نعاودو نديرو واحد شير حيت دابا راه صافي ترى تسانكونيزا هاديك نديرو يوزر كان سنت اوكي نرجع لهنا نسينو شويه لما تجينا داك لا كنا دخلنا اون درايف لا
plus tard. هنا بارطاجي، ها هو شوفي الا لاحظتوا هنا اللي بارطاجي معاه داك اللي طلعت لنا هنا، هذه اللي بارطاجيناها معاه مليحه، يعني غادي يقدر هذا بهذا يدخل ويموديفي فيها عاد، ميموديفي في هاد الفيشي هذا، يقدر يكتب اي حاجه حيث ديجا عطينا له لوتوريزاسيون. مثلا يدخل يكتب شي بصح يدير ياسير، وشنو يدير يسوف كاردي عنده لو دغوا، هيا كتسوف كارد ديجا السوف كارد كيكون اوتوماتيك ولا ما تحتاج تحرك، نرجعوا لهنايا غادي نلقاو ديجا راه تسوف كاردات هنا، الى جينا لهنايا ياسير في البلاصه تبدلت هنايا، يعني بدلنا هنا وتبدلت. يقدر هذا يصيفط ايميل مثلا، يصيفط ايميل لذاك هذاك الاخر، غنديرو مثلا يوم شو مثلا دغيا غادي يلقى هنا، الى جبنا دغيا غادي يلقى، علاش؟ حيت ديجا كاين في الهاديس يوزر ان، غادي يقول له مثلا هاي مثلا هو كومباريزون سان، نجي لهنا عاود ثاني غادي يدخل هذا الكونت ديالو، ها هو جا واحد النوتيفيكاسيون بلي راه وصل له واحد الايميل، غادي يدخل له هكا ها هو وصل له الميل، يعني بحال بيناتهم كل واحد كيكون عنده الايميل برو فيسيوني اللي يخدموا يعني اونسومبل. هنا بالنسبه للادمينستراتور، يعني هذا اليوزر قلنا يوزر دو يوزر ان، يوزر ان عطيناه غير يوزر عادي يعني ديكونيكتا، هذا غادي يفتح يخرج. دابا هذا كان خدام في السوسيتي يقدر يمشي للدار غادي يفتح غير الكونت ديالو غادي يلقى كل شيء بلا ما يعني قلت لكم ذاك الكونترانت اللي غادي يكون في الاول ذاك المشكل خصو لي دوني يهز معاه اما في يو اس بي اما في بي سي اما في شي حاجه، لا ما غاديش يهز، غادي يبقاو مسوف كاردين يعني في يعني في هذاك في الكونت ديالو، ما يحتاجش يمشي للدار يعاود يكونيكتا الكونت ديالو، انت كونيكتا انت كونيكتا هنا وتكونيكتا باليوزر دو هكا، حيت هو اليوزر دو عطيناه ادمينستراتور كونيكسيون لا ما غاديش نمشي بهذا سو كونيكتي افيك ان نوتر تشوزي ان نوتر كونت نديرو هذا هذا نديرو غير هنا اي تي اب تو ري وهنا هنا اليوزر 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 تو سويفون هنا مود باس اللي عطينا له بيان سير تا هو قيل غادي يعطينا موديفيو مود باس حيت ديجا طلبنا حنا كوشينا داك خفيت هنايا شوفوا هذا شنو عنده، عنده لادمينستراسيون هو غير يوزر عادي وعنده لادمينستراسيون، يعني يقدر يدخل لادمينستراسيون
انيور. شنو يقدر يزيد يوتيليزاتور ستيل؟ يقدر يمسح يوزر، يقدر يدخل هنا السونتر ديال لادمين، يعني يقدر يدير كل شيء وصافي. يعني هنا هكا يقدر يجي لهنا السونتر، ها هو عنده الحق يدخل ليكستان شير بوينت، حيت حنا عطينا له الاوتوريزاسيون، يعني عنده الحق يدير داكشي اللي بغى. يقدر يشوف لي زيتيزاتور اللي كاينين، ها هما بحال مثلا يوزر اكتيف، ها هما اللي غادي يقدر يشوف، ما يقدر يدخل يمسح. يعني هنا ها هو يقدر يدير سيبريمي ديال اليوزر، يعني عنده قوة، عنده كاع سيت بلوكا غنشوفو. نخيدو هادي و نمشي حنا نصطادو فيغمي، حنا نقدرو نمسحو و نقدرو نديرو كلشي. يعني هذا حيت حنا عطيناه لادمين. دابا هادشي كامل، هاد لي زوتيليزاتور لي زدنا مثلا يوزر ان و يوزر دو و ياسير، شنو كيوقع؟ نرسمولكم واحد اللعيبة هنايا. داك اليوزر لي زدناه في الاوفيس، قلنا في الاول كنا فاش قرينا الازور قلنا كاينه واحد الحاجه سميتها ازور ادي. هاد الازور ادي كتجيري كدير لوثنتيفيكاسيون لوتوريزاسيون ديال كاع لي سيرفيس اللي كاينين في الكلاود، كاع لي سيرفيس اللي دايرين بها. مثلا دي سيرفيس بقى رقم اكستشانج اونلاين اكستشانج، مثلا داكشي اللي كاين في الاوفيس 365، بحال مثلا اي حاجه شير بوينت، حتى هو راه داخل في الاوفيس 365 مايكروسوفت ازور. وكاين دوتر مثلا ديناميكس دي لا ميكس دينامكس 365، كدير لوثنتيفيكاسيون ديال هادشي كامل. الو فاش غدير لوثنتيفيكاسيون ديال هادشي كامل، الو ريزوتيزاتور اللي كاينين هنا، اليوزر اللي كاينين في هاد ازور ادي واللي يقدروا يدخلوا مثلا لمايكروسوفت ازور دينامكس، هما اللي كاينين حتى هما غادي نلقاوهم نفسهم كاينين هنايا في الاوفيس 365. داك ثلاثه ديال لي زوتيليزاتور اللي كريناهم غادي نلقاهم هنا في الازور ادي، ولي زوتيليزاتور اللي كاينين هنا غادي نلقاهم هنايا. يعني شنو غادي يوقع؟ هاد الازور ادي، هاد لي زوتيليزاتور اللي غادي يكونوا هنا كاملين عندهم الحق اكسي الاوفيس 365 لي سيرفيس اللي كاينين فيه، واللي وعندهم الحق يديروا لاكسي الازور. يعني بحال هاد الازور ادي كتسنتراليزي كلشي، كدير واحد الحاجه سميتها SSO single sign on، يعني كدير لنا single sign on. كيفاش هاد فين كاين هاد الازور ادي؟ سواء كنا في الازور، مثلا كنا هنا في الازور بورتال ازور، كنا دخلنا على بحال هنا ندخلو نكونيكتاو بنفس الكونت اي تي اب تو يو 3 باش نبين لكم واحد غنتكونيكتاوش في الكونت جديد نفس الكونت ديال الاوفيس. هنا ندير ريتشارج،
هنا كاينه واحد الحاجه سميتها ازور اكتيف، ازور اكتيف دايركتوري. هنا نشوفوا لي زيتيزاتور اللي عندنا، ها هما اليوزر اللي كاينين. الا لاحظت عندنا يوزر ان يوزر دو ياسر، هما اللي كاينين عندنا في الاوفيس اللي كريناه في الاوفيس. الا جينا هنا لازور ادي ودرنا واحد نيو يوزر بحال هكا سميناه مثلا يوزر 3، هنا يوزر 3، هنا غادي نديرو الدومين. بعدا الدومين شنو هو؟ هو @ اي تي اب تو يو 3.onmicrosoft.com، هو الدومين ديالنا. ونديرو كرييت، احنا كريناه. الا جينا لوفيس هنا وجينا اليوزر هنا اكتيف، اكتيف يوزر واكتيالي زينا اللعيبه هنا، خصنا ناكتيزيو باش يبان. هنا نشوف هنا واش تكريا، هو ديجا تكريا ازور اكتيف ديريكتوري. هنا هنا غير نعاودو ها هو غير كان غير خصو واحد شويه ديال الوقت باش يسنكرونيزا. ها هو فين شنو عندنا هنا؟ واحد اليوزر، ها هو يوزر 3. يعني داكشي اللي كريناه هنا في الازور ادي هو اللي غادي في هذا الازور ادي هو اللي كي نقدروا مثلا بهذا اليوزر 3 نتكونيكتاو لي سيرفيس ديال لوفيس 365. ديجا هو هو التكريه وما عندوش ليسونس، يعني ديجا خصنا ندخلوا له عاوتاني من هنايا الادمين ديال لوفيس يدخل من هنا ويعطي له ليسونس. غادي يدير له اساين ليسونس، غادي هو تحت هنا ليسونس، ليسونس اللي عنده فين 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 برودكت ليسونس، هاي يدير ايديت ويعطيه واحد ليسونس. ها هو يعطيه ليسونس ديجا عنده هادي ديال تريال بحال هادي ديال لاسيت. هنا لوكيشن موروكو، هذا غادي يدير لا اون وستيف وكلاوز. يعني هاد اليوزر ازور اكتيف ديريكتوري هي اللي كتعطيك واحد اس اس او، يعني كتعطينا الامكانيه باش تكونيكتاو بيوزر واحد يكون مثلا في الاوفيس في الازور في كل شيء. بغينا ناكسيديو لذاك ازور ادي ديريكتومون هنا بالاوفيس كاينه لتحت، ها هي هنا كنلقاو ازور اكتيف ديريكتوري. ما غاديش يكون عندك انت، لا ضروري خص يكون عندك اد ديكونيكت. لا راه اصلا انت الا بغيت تسانكرونيزي خصك اد ديكونيكت، ما يمكنش تخدم بلا مثلا. حنا غادي نجيو لذاك اللعيبه ديال اد ديكونيكت. مادام هضرنا على الازور ادي مثلا غادي نجيو هنايا نتكونيكتاو الازور اكتيف ديريكتوري اللي هنا، ها هو ديجا كيدخل لنا الازور، ها هو بورتال ادي ازور اكتيف ديريكتوري اللي كاينه في الازور. ها هي ازور، هي لا ازور ادي هنا. يعني نشوفو ندير واحد الانجلي احسن، شي ما عاجبنيش انا بالفرونسي. لا عجبنيش نهائيا. اكشواليزي
ما يمكنش دير الا كانت غادي دير الكلاود دابا. هي باش نوضح لك واحد الحاجه، دابا انت شنو سولتني هنايا؟ قلت لي بالنسبه للسوسيتي اللي ما كدير اللي ما دايرهاش الكلاود، اش هدير باش تسانكرونيزي الارضي؟ وهي اصلا ديجا هي ما دايرهاش الكلاود، علاش تسانكرونيزي؟ هي ما دايرهاش الكلاود، ما دايره لا اوفيس لا ازور لا حتى شي حاجه، علاش تسانكرونيزي؟ ما عمرها تسانكرونيزي بالاون بريميسيس. يعني هي ديجا راه خص يكون عندها الكلاود، يعني باش تسانكرونيزي، فاش كنهضر على السانكرونيزي حتى يكون الكلاود. واش فهمت شنو؟ وي خويا ياسر، بغيت نقول لك دابا في هذا الواقع ديال ان سوسيتي بغات تستافد غير من السوفتوير از ا سيرفيس، ياك ما يكونش عندها هي الكلاود. شنو ما يكونش عندها؟ راه الكلاود تاع السوفتوير. لا لا دابا واخا نتفاهموا، دابا الساس هو تيب دو كلاود، بمعنى انا مشيت مع الياس ولا مع الباس ما يكونش عندها بحال ازور. انت كان عندك غير الساس. يكون غير مكان الساس هي باش سانكرونيزي مع الانفورمايشن. شريت مثلا، شريت انت هو شريت مثلا ليسونس اوفيس، هذا هو اللي كتشوف فيه دابا. كوا هذا كتجي الادمين، ادمين سنتر هنايا كتلقى تحت ازور اكتيف ديريكتوري، كتكليكيو عليها كندخلو ماشي الازور، كتكونيكتا به بنفس الكونت، هو ديال اللي اي تي اب تو يو 3، هو هذا راه نفس الكونت اللي كونيكتين به. نفس الكونت كندخلو بهذا بحال هكا. شنو فين دخلني هنا؟ ما دخلنيش داكشي ديال لي ماشين فيرتوييل ريزو اكتيف ديريكتوري. اكتيف ديريكتوري انت شنو كتلقاو هنايا؟ سانكرونيزي ويت ويندوز سيرفر. وي صح. يعني هنا كتعطيك البوسيبيليتي باش تسانكرونيزي مع الاكتيف ديريكتوري اللي عندنا لوكال، وداك لي زوتيليزاتور كاملين غادي يوليو عندنا هنا، حيت هاد الباد هادي ساهله كتانستالي غير ازور اد دي كونيكت في السيرفر دومي كونترولر، هو اوتوماتيكمون كي سانكرونيز. يعني هذا هو باش ساهله، كيجيو لي زوتيليزاتور عندك هنا كيوليو عندهم البوسيبيليتي باش يخدموا لي سوفتوير اللي عندك هنايا. مثلا كان عندنا هنا في الاون بريميسيز، مثلا كان عندنا 1000 يوزر هنا في السوسيتي ديالنا، 1000 يوزر مثلا على الاوليو باش نجي حنا عندنا في السوسيتي تاعنا، مش نجي غير طلب لي شي واحد سكايب نجي نكتب لي سميتو تيطلع عندي، مي دغيا خصها ما عرفتش كيفاش واش شنو داروا الازور اد دي كونيكت هو باش سانكرونيزا. باش سانكرونيزا يعني هاد ال 1000 يوزر باش انا ندخل دير، باش ندخل 1000 يوزر غادي ندخل لهنا وندير نيو يوزر ونكري واحد الجوج الثالث نبقى 1000 يوزر، لا غادي ندير غير سانكرونيزاسيون ما بين اليوزر اللي كاينين هنا مع اللي كاينين في الاون بريميس اللي عندي، بلا ما نكون غادي نخدم مثلا الاياس، بلا ما نكون غنخدم لا انفراستركتور لا حتى شي حاجه خاصه. حيت دابا لي سوسيتي ديال المغرب الاغلبيه خدامين غير بالاوفيس 365، ما دايرينش داك البارتي ديال الاياس، ما كيديروش الاغلبيه كيخدموا غاب، حيت لي برودوي الاوفيس هما اللي مطلوبين بزاف، هما اللي كيخدموا بزاف مثلا اكستان شير بوينت داكشي ديال الوورد الاكسل وداكشي اللي عنده. دابا هنا هو عندنا ازور ادي كندخلوا لها على ديريكتوم، نقدروا نزيدوا دي زيتيزاتور من هنا ديريكت بلا ما نحتاجوا نجيو لهنايا. اليوزر ديجا هنا اللي كنا زدنا واحد اليوزر قبيلات مثلا تيست، هنا الدومين خص يكون الدومين اللي عطينا هنا، اللي عطينا في هذاك اللي هذا ضروري كيكون عندنا دابا غا دومين واحد هو هذا، يعني هذا كوبي ها ديسكريبسيون دخل الدومين اللي عندك في لا سوسيتي. الدومين اللي حنا غنشوفوا كيفاش نبدلوا الدومين مثلا في الوقت، غنشوفوا تقريبا حتى الغدا غنشوفوا كيفاش هاد الدومين تقدر تزيد لي دومين ديالك، ما غاديش تبقى تخدم باي تي مثلا هذا اللي عطيها لنا مايكروسوفت اي تي اب تو يو دوت اون مايكروسوفت، هذا مايكروسوفت مثلا بغيت انا ندير اي تي اب تو يو دوت كوم، يعني غادي يكون باش الا شي واحد صيفط لي الايميل من برا من هنا في الاوتلوك مثلا، هذا الا صيفط لي شي ايميل غنبقى يصيفط لي باي تي اب تو يو دوت كوم، غادي يولي عندي يوزر ان @ اي تي اب تو يو دوت كوم، يعني غادي نولي خدام بايميل بروفيسيونيل. هذا هو لافونتاج ديال الاوفيس عاوتاني، يعني
انت كتختار الدومين كتزيد لي دومين وين داك الدومين باش تزيدو خصك تفيري فيه باش تقول له بلي راه ديجا راه داك الدومين ديالك حتى غدا ونشوفو كيفاش كيتزاد الدومين. هنا غادي نكريو يوزر عادي بحال هكا وكيتكري لنا يوزر. دابا ما دخلناش في الازور حنايا غير في الازور ادي ازور اكتيف ديريكتوري سميتو هي هنايا. هنا نشوفو لي زوتيزاتور لي عندنا يوزرز مثلا ها هو تيست ندخلو له هنا ما عطيه له حتى شي رولز نقدروا هنا مثلا ديريكتوري رول ما عندوش نقدروا نزيدوا له رولز لي من هنايا. هنا الى لاحظت هنايا شوفوا انا هاد لي هاد لي دروا اللي كاينين هنا هما اللي كانوا هنايا فاش بغينا نكريو واحد اليوزر هنا نقدروا نديروا له مثلا نعطيوه مثلا ادمنستراتور ابليكيشن ادمنستراتور ولا المهم اللي يوزر ادمين يوزر ولا يوزر عادي. هنا نعطيوه مثلا ليسانس كاينش داك جلوبال 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 ادمنستراتور ها هو جلوبال ادمنستراتور سيليكت احنا عطيناه جلوبال ادمنستريتور. الى جينا مثلا اليوزر بحال هكا نمشيو نكونيكتاو به اللي عندنا يوزرز هو هذا تيست يعني الايميل ديالو هو تيست اروبا نشوفو المود باس مدرنالوش المود باس نديرو لو ريسيت باسورد كوبيوه بحال هكا نمشيو لواحد نفتحو واحد هادي جديدة نديكونيكتاو من هنا غادي نشوفو كيفاش نديرو نكونفيكيرو ملتي فاكتور اوتنتيفيكيشن يعني يدير الاوتنتيفيكاسيون مثلا يصيفط لو ميساج يعني بزاف ديال وغادي نشوفو كيفاش ناجوتيو الدومين كيفاش نديرو داك الماناجمنت ديال داك الدومين ديال بيرسوناليزي ديالنا انت تطلع هادي تكونيكتا واحد جديد هو هذا غادي يطلبنا المود باس عندي لو ريسيت مود نكوبي نجي نديرو هنايا ندير المود باس جديد كيما العاد هو دخل هو عنده ديال الادمين النوري هو دخلو عادي دخل يقدر شنو يدير الادمينستراتور ها هو عنده لاكسي ادمينستراتور باش كريناها بالازور بالازور اكتيف ديريكت ديريكتوري تما فين عطيناه سونتراليزي يعني كيدير كيدير كلشي يعني داكشي غير هي فاش كنكونوا مثلا في الازور وفتحنا مثلا الازور اكتيف ديريكتوري في البارتي ديال الازور كنهضر في البارتي فاش كنكون في الازور تما الى لاحظتوا قبيلات ما كيكونش عنده ليسونس خصنا نديرو الخدمه الثانيه يعني ندخلو ونديرو له اساين ليسونس واني فاش كنفتحوا الازور من هنا ديريكتوم ازور اكتيف ديريكتوري من هنا هنا كنقدر نعطيه مثلا ليسونس كنعطيه الرول ديالو هو ليسونس كيتعطى له اوتوماتيكمون وكتعنا نعطيو له الرز ديالو فاهمين فهادي غير فاش كنكون في الازور كيتكريا وصافي تو كيتسانكرونيزا مع لوفيس مزيان. دابا ما رحنا شفنا بزاف ديال الحوايج يعني متعلقين بلوفيس لي بروداكت ديالو كيفاش كيخدم مع الازور ادي وهذا الشيء كامل اللي كاين هنايا حتى الغدا ان شاء الله ونكملو
غادي نشوفوا كيفاش نديروا الدومين، كيفاش نديروا تو فاكتور اوثنتيكيشن. مازالنا نشوفوا خصكم ضروري ديروا عاوتاني الكونت ديالكم باش تبقى دير تشوف البراتيك وتشوف هادشي كيفاش كيخدم. يعني ما كيطلب لا كونت لا حتى شي حاجه، لا كارت بونكير لا حتى شي حاجه، تقدروا تكريو كونت يعني فاسيل. اوكي حتى الغدا ان شاء الله ونكمل. مع السلامة. مع السلامة، تصبحون على خير.